والجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا وشاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوء معقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم
جسمه مقدس موطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشركين الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب كائنات مولاي كريم جتنی بھی تیری مقدس پاک کلام کی تلاوت کی گئی سورہ یاسین شریف سورہ الرحمن سورہ مزمل سورۃ الملک یا الہ العالمین جتنی بھی سورتیں آیات مقدسہ درود پاک اب پہلا کلمہ شریف دوسرا کلمہ شریف تیسرا کلمہ شریف رب ذوالجلال جتنی بھی کلام پڑے گی تمام کلی کلام تمام کا ثواب اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں پشت کا بن تلپا کا قبول فرما حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پنتر پاک کا ثواب کرتے قبول فرما یا الہ العالمین اس کلام پاک کا ثواب صدقہ پنتر پاک کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین جملہ انبیاء کرام علیہ السلام جملہ ازواج مطہرات حضور کی آل اولاد پنتر پاک کی بارگاہ میں صدقہ پنتر پاک کا ثواب کرتے قبول فرما خصوص بالخصوص حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صدقہ پنتر پاک کا سفارش کرتے قبول فرما حضور غوث پاک کے والدین اساتذہ مشاہد کے بارے میں صدقہ پنتر پاک کا سفارش کرتے قبول فرما یا الہ العالمین حضور سلطان العارفین مائی باپ کے بارے میں صدقہ پنتر پاک کا سفارش کرتے قبول فرما حضور سلطان العارفین کے جتنے بھی مولائی آل اولاد کی بارگاہ میں صدقہ پنتر پاک کا سفارش کرتے قبول فرما یا الہ العالمین اس محفل پاک کی برکت سے خصوص بالخصوص ماں جی کو شفاء کلی عطا فرما حضور صاحب محمد رجیب سلطان کا سایہ امبر تعدیر قائم فرما یا الہ العالمین آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرما یا الہ العالمین گھر میں تمام افراد کو شفاء کلی عطا فرما یا الہ العالمین حضور غوث پاک کا صدقہ پنتر پاک کا صدقہ الہ العالمین سب حاضرین کی آس مرادیں پوری فرما ہم سب حاضرین کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں صدقہ پنتر پاک کا اللہ معاف فرما یا الہ العالمین حاضرین کی دعائیں التجا اللہ قبول فرما ہمیں توبہ النصوح کی توفیق عطا فرما صدقہ پنتر پاک کا الہ العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم بس سب بھائی یا یارویں شریف کا لنگر کر کے جاؤ سلانا جڑا نا بس یار دے اللہ خوش Yeah.
Thank you.